والله ما عارف نقول لك يا طارق مين. أنا بقالي سنتين ونص مخبوط على دماغي. ساعة ما زينب سابتني وهربت، تخيل خدت كل اللي حيلتي. شقى 10 سنين والله العظيم. لما أبويا وأمي قابلوها في الشارع في المنيا كان مسروق منها شنطة. قالت إن الشنطة دي كان فيها كل الورق والفلوس بتاعها. قالت لنا البيت من غير ولا مليم. يعني فلوسي وذهبي اللي هي سرقتهم راحوا كده في الهوا؟ خدت منك يا محروس الفلوس والذهب. ايه يعني خدت منك فلوس وذهب؟ انا خدت مني ابني. انا لو ما لقيتهاش مش هشوف ابني تاني. طيب يا طارق انت تفتكر الكلام اللي قاله الضابط ده بتاع جوز اختها هو ممكن فعلا يوصل الشرطه ليها؟ معرفش، كل اللي انا اعرفه ان استحاله اسيب ابني يضيع، وعشان كده محروس انا اتربى قبلك. عشان ايه؟ ما فهمتش. بص يا محروس، انا عايزك تحاول تفتكر كل حاجه كانت بتحصل بينك وبينها، كل كلمه كانت بتقولها لك. يمكن لما نقعد انا وانت كده نحاول نوصل لحاجه. انا ما نسيتش حاجه عشان افتكرها يا طارق بيه. انا شايف كل حاجه بتحصل قدام عيني. زينب بس برضه هي كانت بحالات، كانتش موزونه، يعني تعيط شويه، ترقص شويه، تضحك، تسرح. كنتش فاهم لها، وكانت مربيه حربايه. شفتها الخضرة دي؟ شفتها الحربايه دي. بس عارف يا طارق بيه، والله يا اخي مش عارف هتصدقني ولا لا، رغم كل اللي عملته زينب معايا، بس هي ما كانتش وحشة. أنا برضو كبير وبنفهم في البني آدمين. زينب كان جواها حتة طيبة. أنت بتخرف بتقول إيه؟ اللي أنت بتتكلم عليها دي خدت مني ابني، خدت مني شاهين، أكتر حاجة كانت بتبسطني في دنيتي. محروس احنا اتضحك علينا. انا لما جيت اتجوزها كانت بنت بنوت. ازاي؟ ده انا متجوزها بنت بنوت. كانت بتعمل ايه دي؟ ما تقلقش يا طارق بيه، ان شاء الله ابنك هيرجع لك. لو وقعت فيكي، بس والله العظيم كان جواها حاجة كويسة. أنا مش صغير يا طارق بيه. لبنى عمرها ما كان جواها حاجة كويسة. ما اسمهاش لبنى. دي بقى أنت تروح البيت تفك كعبها، وكل سنة وأنت طيب. طيب يا باشا. هنمشي من هداياك يا باشا. حبيبي. عملت لي إيه بقى في الحوار التاني؟ ما ينفعش يا راشد. راشد تاني، ما قلنا عادل. اللي انت طلبته ده بلدي قوي. بس افتكر دي فكره جديده يا بوب، ممكن تعدي عادي. 5 كيلو كوكايين يعني اكتر من 5 مليون جنيه. مجازفه انهم يجوا على مره واحده. ده اولا. ثانيا دي الكبير زي ده لازم البوب الكبير يعرف التفاصيل بتاعته. يعني راس الكبيره ومال؟ قول له ان انا عارف كل حاجه والتفاصيل كلها عندي. ماشي. تمام يا راشد. راشد تاني؟ سوري. يا عادل بيه. ماشي يا باشا، وقول له على الأقل مهله، وأنا مش مستعجل. معلش معلش.
ازيك يا علي؟ ازيك انت؟ معلش يا محمد انزل تحت شوية. تقابليني ولا ايه؟ خايفة؟ وهخاف من ايه بقى يا علي؟ هو انت بقيت بتخوف دلوقتي؟ يعني كل ما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي ما اعرفش ايه. ما انا بصراحة يا علي متجوزة راجل محترم، رجل اعمال ومتدين، مش عايزة اخسره. ده واضح. ومحمد ده مش هيقول له؟ لا ما تقلقش، محمد ده بتاعي. الله خير يا علي. فتون فين يا غنوة؟ تاني يا علي؟ هو انت مش سألتني عنها في التليفون وقلت لك اني معرفش حاجة عن فتون؟ صدقني يا علي انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين، من وقت ما زورتك في السجن. بصراحة كده مش عايز اعرف حاجة عنها تاني خالص. أنا عايشة حياة كويسة علي وعايزة أحافظ على حياتي دي. ممكن؟ ممكن. لو عايزة ألاقي فتون أعمل إيه؟ وبعدين بقى ما أعرفش ومليش دعوة. دور على فتون بعيد عني يا علي. سلام يا غنى. محمد اطلع يلا.